إياكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج صباح الخير، وننطلق وإياكم للحديث تزامنا والمقربة من انطلاق فعاليات أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة. تعالت الأصوات المنادية لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية في قضية وقف العنف على كافة الأجناس. ويسعدنا أن تنضم وإذانا هنا في استوديو تلفزيون الفجر الجديد الأستاذة شيرين الطحان، أخصائية نفسية واجتماعية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في طول كرم. اهلا وسهلا بالأستاذة شيرين الطحان شلبي. يسعد صباحكم. حياك الله. يعني بدايه، ابرز الفعاليات التي ستكون سابقه لمؤتمر مناهضه العنف ضد المراه. يسعد صباحكم، شكرا كثير. والمنتدى طبعا، منتدى مناهضه العنف، على استضافتنا لتسليط الضوء على هذه القضيه. هلا في كل عام دائما من 25/11 ل 5/12 في دائما بكون انطلاق لفعاليات اسبوع مناهضه العنف في كافه المحافظات، ومن ضمنها محافظه طول كرم. واحنا كجمعيه مراه عامله فلسطينيه للتنميه جزء مشارك في منتدى مناهضه، جزء فعال مشارك في منتدى مناهضه العنف ضد المراه. وبالتالي احنا نستبق دائما الفعاليات ولا ننتظر فقط ب 25/11. وبالتالي كجمعيه احنا بنكثف الجهود دائما خلال شهر 11 على انشطه وورش توعويه، ان كان مع الفئات الشابه، من خلال الفئات المراهقات عفوا، من خلال المدارس او من خلال المراكز النسويه والشبابيه في محافظه طول كرم، ان كان كمدينه او قرى او مخيمات. لكن في هاي المرحله بدنا نروح لاتجاه مختلف عن كل سنه، لنعتبر قضيه العنف ضد المراه هي قضيه مجتمعيه ونركز على هذا المفهوم اكثر. نعم. وهنا التساؤل استاذه شيرين، انه ما الاهميه في ان يتم تسليط الضوء على قضيه مناهضه العنف ضد المراه على الا تكون نسويه فقط؟ احنا خلينا نقول ما نبعدش، احنا في مجتمع ثقافي، في مجتمع ذكوري، وبالتالي اذا بدك تنادي في اي قضية تتعلق في النساء عشان نقدر نجتاز نقلل مسافة ووقت وجهد لنحقق قوانين او حقوق للنساء، كتير مهم نجيب الطرف الآخر اللي هو ماخذ ممكن نظرة سلبية، نظرة سوداوية عن منهجية العمل النسوي، عن الأجندة تبعت العمل النسوي اللي هن النساء اللي ممكن يقووا النساء اللي بدهم يدافعوا عن حقوقهم. لا، احنا معنيين انه رجال شباب ذكور في المدارس، انه هاي القضية هي بتهم النساء والرجال، لكن دايما النساء كل انسان بدافع عن القضية اللي بتخصها. يعني ممكن هلأ قضية تتعلق في الرجال بتلاقي كتير في رجال بينادوا فيها. هلأ ليش بدنا ياهم يجوا؟ بدنا ياهم داعمين لإلنا، مساندين لإلنا، عشان نخلق تغيير. في هذه النقطة، إيش مسارات تعزيز الشراكة بصراحة ما بين المؤسسات النسوية والمراكز والاتحادات إلى ما ذلك، والطرف الآخر المتمثل بالجمعيات الأخرى اللي مثلا بالنظرة الشعبية الذكورية الممتلكة؟ شوف لها. إحنا خلينا أحكي لك، من 3 سنين وجاي خلينا أحكي أنا على محافظتنا بطول كرم، لأن إحنا شغالين على هذا الموضوع. أنا بآمن بالعمل الكامل المتكامل، وما بسوى إذا بدنا نعمل لقاء أو ورشة بس ندعي بس المؤسسات النسوية. ففي شغلة بس دايما لما بنروح بندعي، لما بنبعت دعوة لمؤسساتنا بشكل عام، من مؤسسات حكومية أو غير حكومية، تلقائي طبيعي إنهم يبعتوا نساء، لأن القضية هي قضية نسوية، إن كان جامعات أو مؤسسات شبابية أو مؤسسات غير حكومية، لكن كمان بيشتغل فيها ذكور. فبدنا نغير من هذا النهج، من هاي الثقافة. هلأ اللي بيصير إنه الأنشطة والبراش نبطل بس نستهدف نساء، وإحنا كجمعية مرأة عاملة 3 سنين وجاي أكيد بتشوفوا بتغطوا لقاءاتنا، صرنا عم نستهدف العنصر الشبابي بتوازي بكل الجنسين، لأنه بدنا كمان نعمل عملية جذب، عملية تغيير أو تعديل بمفاهيم شو حقوق النساء، شو هاي المفاهيم، كيف أنا ممكن بدوري أدافع كإنسان قبل ما أكون كرجل أو كشاب. نعم. هلأ كمان يعني في عنا مراكز شبابية كتير، في عنا مؤسسات جامعات، منروح منحاول نعمل أنشطتنا هناك أكثر عشان يفهموا أو نفهمهم إنه في جمعيات نسوية عم بتسلط الضوء على هاي القضية، وما منركز بس هون إنه الرجل ضد المرأة. يعني منحاول نروح نخترق، مثلا نعمل من خلال المسرحيات، من خلال عرض باوربوينت، دور الرجل قديش مهم، دور الشاب قديش مهم كشراكة وتكامل. لأنه استنتجنا إنه للأسف إنهم هن فاقدين للمفاهيم وفي توعية وما فيش توعية، وهذا نتيجة الثقافة والتربوية الذكورية، مش لأنهم هن ضدنا. وربما ممكن بسبب دائما أو في غالبية المواقف يكون هنالك التقوقع فقط بمخاطبة النساء أكثر مما هو أن يكون تشارك ما بين، في حتى في المخاطبة يجب أن يكون هناك نظام أو خطاب تشاركي لكلا الجنسين. وهنا ما بعد مناهضة العنف نأتي لموضوع
موضوع هام جدا وهو توفير شبكة حماية للنساء، لماذا هذه النقطة بالتحديد مفقودة في محافظة طول كرم؟ شوفي احنا تفاجأنا انها هي موجودة بكل المحافظات اللي هي شبكة امان، لكن هي مش مفقودة لانه احنا مش شغالين على الموضوع. هلا كل محافظة لها اعتباراتها الجغرافية والثقافية والاجتماعية وإلى آخره. إحنا في محافظة طول كرم شوي هذا موضوع مفهوم الحماية كحماية بمفهومه الصغير من طفل لمراهقة لشاب لنساء مش موجود. هلأ تيجي مرة واحدة تقول لي بدنا مركز إيوائي، أنا بهمني يكون في مركز إيوائي للنساء أو المراهقات اللي بتعرضوا لتهديد أو خطر، لكن يكون لحظي مش دائم، لأنه كمان بالمحافظات الأخرى في بيتلحم وفي نابلس في للوسط وفي للجنوب وفي للشمال. فبالتالي أنا بدي أوفر حماية لحظية للصبية أو للست أو حتى للطفل كمان، بس ما يكون شرطة، ما يكون مكانه الشرطة وما يكون مكانه الشؤون. هلأ ليش هو مش موجود؟ مش لأنه كمان إحنا ما بنشتغل، إحنا بنشتغل ويمكن كمان أنتوا بجوز يعني في عنا شبكة حماية الطفولة وفي عنا كمان أي اجتماع بيكون عنا مع المؤسسات النسوية من نادي بهذا الشيء، بس كمان هذا بده جهد جماعي، بده جهد من رعاية يعني تحت رعاية المحافظة، بده إيمان. طب بالوضع الحالي كيف بتتعاملوا مع خصوصا مع النساء او الفتيات اللي يقعن تحت التهديد المباشر والخطر المباشر اللحظي؟ وين بيروحوا؟ هلا هذا يعني موجود، مش موجود يعني متوفر في محافظه طول كرم، لكن من خلال عشان نكون واضحين احنا مؤسسه NGOs، مؤسسه مجتمع مدني. هلا انا بالنسبه لي لما بتجيني حاله بدها تهديد او عليها تهديد او خطر، طبعا احنا بنقيس مقياس التهديد او الخطر، لكن اذا كان على الحياه او طفل مش قادر انك تحميه، في شراكه بينه وبين الشؤون وبين يعني خلينا اقول في تنسيق وتعاون بينه وبين الشؤون الاجتماعيه وبين الشرطه. وصدقا وللامانه في شيء اي حاله تعرضت لانتهاك ان كان سياسي اجتماعي جنسي جسدي الا الشؤون والشرطه من خلال وحده حمايه الاسره والطفل ومن خلال حمايه مرشده حمايه الطفوله ومرشده حمايه الاسره. لكن كمان انا اذا بتسمحوا لي اجي لنقطه، هلا احنا في احداث سياسيه جدا سيئه وبالتالي كمان النساء بتعرضوا لانتهاكات سياسية من خلال جيش الاحتلال، وهي لها أضرار كمان نفسية واجتماعية للمرأة وللطفل. ويمكن النساء مش فاهمين أو مش واعيين إنه هذا اسمه انتهاك أو هذا اسمه عنف سياسي، لأن العنف مش بس اعتداءات وإساءة وإهمال، أشكال وأشكال مختلفة وحكينا فيها قبل. فبدنا كمان من خلال من بر تلفزيون الفجر إنه النساء اللي بأي امرأة بتتعرض لانتهاك إن كان على الحاجز ولا إن كان على في بيتها داخل بيتها لما بتصير اعتقالات ولا كمان حتى لما بيجيبوا الشهيد، إحنا بهمنا إحنا نزورهم نقدم لهم الدعم، لكن كمان بهمنا انهم هن يلجأوا لإلنا او مؤسسات النسوية اللي بتآمن بحقوق النساء، لانه احنا كمان دورنا ندافع عن حقوق النساء اللي بدهم حماية. يعني كمان لما انت بتوثق هذا الانتهاك انت بترفع بتقارير موثقة مهنيا قانونيا حقوقيا انه لولا النساء هن تعرضوا لشتى انواع الانتهاك من خلال جيش الاحتلال عشان نربطهم مع بعض. طب نعرج على طبيعة الفعاليات التي من المتوقع ان يتم عقدها على الاقل في محافظة طول كرم فيما يتعلق باسبوع مناهضة العنف ضد النساء. هلا من خلال جمعية المرأة العاملة احنا في عنا تقريبا لقاءين ثلاثة في الفرع عنا، في ممكن يكون منهم خلال عروض افلام بيسلطوا الضوء على هذا النوع على كافة اشكال العنف. في عنا بمخيم طول كرم ب 18 شهر 19 شهر نشكر الوكالة وكالة الغوث الدولية اللي دائما بتتعامل معنا برنامج الصحة النفسية والاجتماعية وبرنامج العنف المبني على النوع الاجتماعي في الوكالة. حيكون كمان في حلقة إذاعية من خلال إذا بتسمحوا لنا معكم، وحيكون كمان ممكن بس لسه احنا فيش اشي بين ايدينا يكون في اشي مركزي، بس دايما المركزي بيكون برام الله لكل المؤسسات، بس اكيد في اشي. طب بالنسبة لزمان ومكان المنتدى هل تتوفرت المعلومات والتفاصيل؟ هلا انا حسب ما بعرف كل سنة انه دايما في يوم 25/11 في بيكون مؤتمر صحفي صغير اللي بيشاركوا فيه المؤسسات اللي بتشتغل في منتدى مناهضة العنف، لكن هذا بيكون في رام الله مش يعني كمركزي لكل المحافظات. في هذا كمان بهذا المؤتمر الصحفي الصغير بنتلقوا فيه بفعاليات اسبوع مناهضة العنف، بالإضافة انهم بيعرضوا الإحصائيات من كل المحافظات من كل مؤسسة نسوية اشتغلت على قضايا العنف سياسي قانوني اجتماعي اقتصادي، المفروض انها تعرض شو الإحصائيات اللي بتبين او مؤشر انه في عنا عنف. وهون كمان من خلال منبركم بناشد كل المؤسسات كمان الحكومية شؤون شرطة وزارة إعلام وزارة شؤون وزارة مرأة
احنا بتهمنا الاحصائيات مش عشان نقول فلسطين فيها نساء كثير معنفات، لكن بتساعدنا احنا كيف نبني برامجنا. صحيح. وين احنا رايحين؟ يعني شيء مبني على شيء، يعني وايضا المقارنه ما اين كنا واين ان شاء الله سنصل في الايام القادمه. واحنا ان شاء الله راح نكون على متابعه وتغطيه ان شاء الله لكافه الفعاليات هذه حتى يتوفر الامن والامان لكافه الاجناس سواء النسويه، الاطفال، الشيوخ والذكور وكافه افراد المجتمع. الاخصائيه النفسيه والاجتماعيه في جمعيه المراه العامله الفلسطينيه للتنميه شيرين شلبي، شكرا جزيلا لتواجدك.